ابو عبد العزيز الف مبروك فوزك في الانتخابات التكميليه، انتخابات صعبه، دورين، دور الاول والدور الثاني، اليوم نشوف ما شاء الله هاي الدائره كلهم فرحانين لفوزك. ربي لك الحمد من قبل ومن بعد. اليوم اجتهدنا ونزلنا في اخر يوم للترشيح، وكان عندنا هدف واحد هو الفوز بمقعد الدائره. ربي لك الحمد، اليوم احنا نمثل اهل بسيتين واهل البحرين واهل محرق. ربي لك الحمد من قبل ومن بعد. عندنا تركزنا في الحمله على مجموعه امور، فريقنا كان من الاسره، من العائله، ومن اهل بسيتين خاصه. ربي لك الحمد من قبل ومن بعد. اليوم تقريبا 3300 وشيء صوت، يعني اكيد هذا ثقل وهذه مسؤوليه اليوم حملوك اياها اهالي الدائره. هذه شهاده اعتز فيها وتاج على راسي، شخص من اهل الدائره، ومسؤوليه كبيره. يعني قلناها من قبل، هذه تكليف وليس تشريف. ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، ان شاء الله نمثلهم خير تمثيل في السنتين القادمتين، والله يكتب الخير. الله يسلمك. مبروك.